أعزائي الموظفين، من السلامة والإيجابية اللي يجب أن نحن نتمتع فيها حتى تكون لنا أريحية في بيئة العمل، هو أن نتمتع بسلامة فكرية وجودة على مستوى الوجدان، لأنهم مرتبطين بشكل كبير جدا بالصحة النفسية. كلما تمتعنا بالصحة النفسية بشكل جيد من خلال طريقة تفكيرنا اللي لا شك راح تأثر على إسقاطات الجانب الوجداني فيه، راح يأثر على ردود أفعالنا وفي تعاملاتنا سواء مع المراجعين أو مع المسؤولين أو المرؤوسين. كي أكون منتج في بيئة العمل لابد أن أكون ملم بالمتطلبات المطلوبة مني أنا الواردة في الجوب ديسكريبشنز، كما أنه يجب علي أن أكون ملم تماماً بطبيعة الرؤساء واحتياجاتهم وشخصياتهم حتى أستطيع تلبية توقعاتهم. كذلك من الأمور الهامة اللي توطد العلاقات في بيئة العمل إشعار المرؤوس بحاجتك له وإعطائه الفيدباك على العمل اللي هو يقوم فيه أياً كان، لأن بالتأكيد راح يزيده من الدافعية والحافز اللي يخليه يستمر في إتمامه للأعمال المطلوبة منه بالشكل الصحيح ويحقق النجاح. خلونا نذكر يا جماعة بأن نجاحنا في أي عمل إنما هو قائم على روح الفريق. عندئذٍ صدقوني يا جماعة راح نستطيع أن نخلق بيئة عمل جاذبة نحقق من خلالها الأهداف المطلوبة.